السلام عليكم، مرحبا بكم. واضح معكم الفنانة الجزائرية ياسمين عماري. اخترت فرنسا وقدر نختار بلد اخر، هي انه نعرف انا نحب بلادي، في نحب يعني هذه صفحه جديده اللي غادي نبداها في فرنسا. وخدمت ملي كنت صغيره، خدمت مع بزاف فنانين هنايا ومع avec des musiciens en France. خدمت في دي ستوديو وكما تعرفوني انا نغني بزاف لوكسيدونتال اكثر من لوريونتال، وقلت علاش لا ما نجرب هنا في فرنسا ونقدر نجرب في بلد اخر. وجدنا البوم ان شاء الله يخرج عن قريب، درت لا موتي دان البوم خدمنا ورايحه تاني نطلع سيغسان ان شاء الله في باري. Et pourquoi pas faire une tournée si ça marche, inshallah. ورايحة تاني نكون في بروشينمون في نوتخ ايميسيون في شوروق تي في. هاد ليميسيون هي ان كونكور تاع لي شونتور، جونغ شوية كيما ذا فويس. كنت باغمي لي كاتر جوري مع أكبر فنانين الجزائر، بعزيز، الشاب بلال، راديا منال، وكان ليا شرف باش نخدم معهم. يعني لي فان تاعي رايحين يشوفوني كذلك في دوطخ ايميسيون ان شاء الله. زماني خاين صرالي صرا عمري لنبرا ساري avec mon manager. تلاقينا تاني دي ديريكتريس دو كاستينغ، تلاقينا دي رياليزاتور. ان شاء الله رايحه تاني بوتيت كو جوري اون شانس اوسي دو فير سينما هنايا في فرنسا. وانا نحب السينما، نحب الغناء. يعني كان تكون عندي فرصه تاني في السينما بوركوا با، ماشي غير الغناء. الله يعطيكم الصحة. واضح كما تعرفوا توجور نعطيكم ليسكلوزيفيتي، على بالكم اليوم بلي راني في باري، وان شاء الله طلبوا لي ربي باش ننجح انا تاني كذلك، وان شاء الله نشرف بلادي ونشرف كاع العرب اللي هم يشوفونا اليوم، ونبقاو اون كونتاكت. بالسلامه.